فعلا زملائي، يعني بعد هذا الكلام نحن إذن اليوم نحتفل بهذا النصر، بهذه الفرحة التي لابد بأن تكون دائما درس حاضر عند كل قضية، درس حاضر عند كل تحدي يجب أن يؤخذ به ويجب أن نحتذي به. أيضا يعني بالنسبة للمشاركات أيضا العربية التي تمت في هذا النصر لابد أن نركز عليها اليوم، ولابد بأن نقول بأن الإرادة تصنع المستحيل وتصنع المعجزات. لهذا سنكون معكم اليوم في حلقة من بيت للكل وحرب أكتوبر، تفاصيل حكايات سنرويها معا مع بطل من أبطال حرب أكتوبر اللواء علي حفظي، ولكن سنذهب الآن لنستعيد هذه الذكرى ونستعيد هذه الأيام في هذا التقرير عن حرب أكتوبر. ابقوا معنا. ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها وإنما لأمتكم العربية بأكملها. نعم، سجلت مصر حضورا مستحقا بانتصار أكتوبر، وخلف هذا الانتصار العديد من معاني الإنجاز والتطور والنماء، إذ أعقب انتصار الميدان والمنازلة العسكرية بالسادس من أكتوبر 73 انتصارات متتالية في حقول المعرفة ومختلف ميادين العلوم الإنسانية، حين أسهم المصريون بتسجيل اختراعات والمشاركة في أخرى هدفها رفعة الإنسانية وتطور كافة سبل الحياة نحو الأفضل، فيما دون أبناء مصر البررة حضوراً كونياً على مستوى الإبداع والثقافة والعلوم بمختلف مجالاتها وحقولها، وهذا من ثمار النصر المؤزر. ستبقى ذكرى السادس من أكتوبر ما دامت الحياة، وسيبقى هذا الحضور جزءاً من ذاكرتنا الجمعية ووعينا الذي تشكل ارتكازاً على هذا الإنجاز الذي نفخر به، ونأمل أن يزهر نصراً آخر معوداً
بتحرير القدس ونيل فلسطين كامل استقلالها عربية بأتم المعاني.